الخضراء سنان يا سنان شعارك الوفا يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان سنان يا سنان يا نفحة النسيم بطبعك الكريم سنان يا سنان ورأيك الحكيم يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان سنان يا سنان صديقنا الأمين في غابة الحلوين سنان يا الكل سالمين يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة ايه أنتم ها؟ إن أكبر مسكن في هذه الغابة هو بيت شرشور أليس كذلك؟ ماذا؟ مسكن شرشور هو الأصغر والأوسخ في الغابة ماذا تقولون؟ إذن الأذكى في الغابة هو شرشور أليس كذلك؟ ها؟ شرشور الأذكى؟ أبداً إنه أكبر كذاب إن الكذب هو شعار شرشور والكل يعرف ذلك عن هكذا أصبح شرشور إذن هكذا أصبح ها؟ ها؟ يا زين عملت هذا أنتم أيضاً أتباع شرشور فرفور وزعبور أليس كذلك؟ ماذا؟ نحن أتباع شرشور؟ أنت تمزحين إنه تابع لي لستما أتباعه؟ اسمع من الآن فصاعداً أنتما أتباع شرشور أخبروه بهذا القرار أنت تمزحين على شك لا تنسيا ذلك فالحكمة تأتي من الثعلب أولاً أيها الطفل الخامل خالتي أنت غبي سمعتك سيئة في الغابة غير معقول انطلاقا من رسالتك المليئة بالأكاذيب يا شرشور تعيش أنت وأتباعك فرفور وزعبور في أكبر وأجمل بيت في الغابة ليس كذلك؟ الرسالة كانت هل هذه هي حياة العظماء وفي أضخم وأجمل بيت؟ خذ ألا تخجل؟ اسمع يا شرشور أنا خالتك وسوف أصنع منك ثعلبا محترما من الجميع تعال معي هيا لم أكن أعلم بأن خالة شرشور بهذه القوة والقسوة اسكت ها هي القادمة لنختبئ إنه يحاول بسط سيطرته ماذا؟ سنان يحاول بسط سيطرته؟ اسمع أولا استدرج سنان ليأتي باتجاه الكهف يقال بأن هناك حية سامة جدا غبي لا عجب من عدم احترام الآخرين لك لا تكن جبانا هذا صحيح من هناك؟ من أجل القضاء على سنان نحن مستعدون للتعاون معك نعم مستعدون لقد أساء سنان إلينا كثيرا سوف أقضي عليه على شرط أن تكونا تابعي شرشور لا تمزحي فنحن غبي من أجل القضاء على سنان لماذا تتهامسان؟ على شيء حسنا سنكون من أتباع شرشور عظيم أنتما تابعاي والآن سأقول لكم خطتي الجهنمية اسمع عندما كنت ألعب بالقرب من المسبح مع بنان ولالا مرت امرأة قالت إنها خالة شرشور والدي لماذا جاءت؟ ربما جاءت لزيارة شرشور والتآمر معه أيضا هكذا إذن؟ سنان لقد حدث حادث فرفور سنان لقد سقط شرشور في كهف الأفاعي ماذا؟ في كهف الأفاعي؟ هيا بسرعة هيا بسرعة
خالتي، ها هي آثار أقدامه. حسن، هذا كاف، والآن جاء دورك يا زعبور. حسن، اسمعوا جيدا، اسمعوا جيدا من الآن فصاعدا، ستحدثنا خالة شرشور أجمل قصص الأسفار، وذلك في الساعة العامة. اسمعوا جيدا، اسمعوا. خالة شرشور ستروي أجمل قصص الأسفار في الساعة العامة. لنذهب إلى الساعة العامة يا لالا، ستحدثنا بقصص مثيرة. سنان، سنان، ها ها، لقد كان هنا، أين ذهب الآن؟ أسرع أسرع يا سنان أسرع. شرشور، سأحدثكم بمناسبة زيارتي لابن أختي شرشور قصصا مثيرة وممتعة، قصصا عن الأسفار لم تسمعوا بمثلها من قبل. هل أنت متأكد من سقوط شرشور في الكهف؟ أجل، شرشور شرشور لقد مات بالتأكيد. مسكين شرشور، أين أنت يا عزيزي؟ أين أنت؟ فرفور، يجب أن نستسلم بسهولة. سأذهب إلى الداخل لإنقاذه. ماذا؟ لنجمع حشائش شائك أولا. لقد صدق بسهولة. هذا مثير للغاية، قصص الرحالة مشوقة دائما. سيدتي أرجوك حدثينا أكثر. أجل أجل، لم أكن أعرف بهذه الطريقة السهلة. كل شيء يعتمد على استعمال العقل. انتبه لنفسك يا سنان، المهم هو إنقاذ شرشور. حسن، لقد سقط سنان. ماذا يجب علي أن أفعل؟ كلا، هذه خطة خالة شرشور ولا علاقة لي بالموضوع. ساعدوني. وهذه هي نهاية القصة لهذا اليوم. أرجوك يا خالتي حدثينا غدا عن قصة النورس ثانية. وأنا أرجوك أيضا. حسن حسن، لا أدري أين اختفى إناء العسل. هذا أمر خطير. لقد سرقنا يا عزيزي، لقد سرقنا يا عزيزي. هذه هي آثار أقدام سنان. هذه الأوراق وجدت في مكان السارقة؟ صحيح، لم يكن سنان في الساحة أثناء سماعنا لقصص خالة شرشور. ماذا؟ سنان لا يسرق أبداً. ربما هناك خطأ، نذهب جميعاً إلى بيت سنان لمعرفة الحقيقة. أصبحت الأمور معقدة. طعمه لذيذ. خالتي أريد شرابا أيضا. خذ أرجوك واحدة أخرى. قصصك كانت حقا شيقة للغاية، وتعلمت منها الكثير. ادخلوا. هل سنان هنا؟ لقد كان هنا قبل قليل. ماذا حدث يا دكتور نورمان؟ الحقيقة يا عزيزي، هؤلاء الثلاثة سرقوا، وقد عثر في مكان الجريمة على ورقة تحمل آثار أقدام سنان. ماذا يا دكتور؟ انظر إلى هذه. إنها سنان لا يسرق أبدا. من أجل معرفة الحقيقة يجب أن نبحث في أغراض سنان. إنها تقول حقيقة، لالا وشرشور يقومان بالمهمة. حسن،
آمل أن يكونوا مخطئين يا رحمون. ها؟ ما هذا؟ ها؟ ها؟ انظروا، هذا هو جوزنا، وهذا عسلنا أيضا، وهذا الجزر هو ملكنا أيضا. هل أنتم متأكدون من أن هذه الأغراض لكم سيد رحمون؟ نعم يا دكتور. أين سنان؟ أريد التحدث إليه شخصيا. ولكن سنان ليس أريد أن أعرف، هل طلبت منه سرقة هذه الأشياء يا رحمون؟ دكتور هل جننت؟ سنان لا يسرق أبدا أبدا. أؤيدها بذلك. لماذا كانت آثار أقدامه في مكان الحادث والأغراض مخبأة تحت سريره؟ تكلم، لماذا؟ أوه لا أدري لا أدري. ستكون العاقبة وخيمة ما لم تقدم برهانا يثبت براءة سنان. هناك أشياء عديدة يمكن للمرء أن يغفر لها إلا السرقة. وهذا رأيي أيضا، يجب معاقبة السارق وإلا ستعم الفوضى وتصبح السرقة أمرا مباحا. نعم يجب معاقبة سنان. تعاقبونه من دون أن تبحثوا عن الحقيقة؟ يجب علينا أن نبحث عن سنان ونسأله. حسن، لنبحث عن سنان أولا. أوه، لا أستطيع تصديق ذلك. رحمون لا تقلق، سنجد سنان. سنان 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 سنان. لقد نجحت الخطة أليس كذلك؟ خطة رائعة، أنت أذكى منا بكثير. سنان سقط في كهف الثعابين ولن يعثروا عليه أبدا أبدا. لابد أن تكون الثعابين قد أكلته. هذه هي نهاية السنان. سنان. سنان سنان، هل وجدت شرشور يا سنان؟ إن جريان الماء سريع وقوي، أعتقد بأن التيار قد سحبه بشدة. ماذا تقول؟ هل ستترك صديقك شرشور يموت؟ كلا، لقد بحثت عنه كثيرا، أرجوك اسحبيني إلى أعلى. لا لن أسحبك يا سنان، لأنك عدو شرشور لتأكلك الثعابين. أرجوك لا تذهبي. ستصبح الغابة كلها يا شرشور لك، أنت سعيد بذلك؟ نعم ولكني متأسف على سنان. أنت غبي، لا شيء يستحق الأسف ما دام ستصبح الغابة كلها لك، مفهوم؟ هذا صحيح يا سيد الغابة. أين سنان؟ لن أستسلم، سوف أخرج وأعود إلى البيت سالما. سنان أين أنت الآن يا ترى؟ حسن سأحاول التسلق ثانية. لقد سقطت نجمة من السماء، لا بد أن يكون سنان قد مات. ماذا سأفعل إذا مات سنان؟ شرشور؟ ها؟ لسنا مسؤولين عما حدث لسنان، مفهوم؟ لن ندافع عنك، انتظره، لا تتركاني وحدي أرجوكم. سنان سنان أرجوك ابق حيا. سنان ها؟
هل أنت بخير؟ لابد أن الثعابين قد أكلت. ماذا سأفعل؟ ماذا تفعل؟ كنت أنتظر هذا اليوم الذي أصبحت فيه مثل والدك ثعلبا شجاعا ومهابا. كلا كلا يا خالتي. لماذا تقول كلا؟ لا أريد أن أقتل سنان. لقد جئت إلى هنا لأنقذ سنان من الموت ووجدت الحبل قد قطع. ألم تقطعه أنت؟ وهل جئت لتنقذ عدونا سنان؟ إنه ليس عدوي وإنما صديقي. خذ. أخ، لن تصبح حاكما مثل أبيك، ولن تصبح الغابة لك إذا تصرفت هكذا أبدا أبدا. أنا لا أريد أن أكون مثل أبي يا خالتي أبدا، ولا أريد أن أملك الغابة فهي للجميع. شرشور، هل أنت ابن لذلك الأب الذكي؟ مستحيل. لا أريد ذلك، وسأعتذر من أبيه على تصرفي. كلا، هل أنت حقا هكذا؟ لابد أن أكون قد حصل حادث لسنان. أجل، سنان شجاع وقوي. نعم، سأبقى هنا وأنتظر عودة سنان. أنا المسؤول عن ذلك. سيد رحمون. أوه، شرشور. سيد رحمون، أنا المسؤول عما حدث لسنان، سامحني. ماذا حدث؟ الحقيقة هي أن سنان سقط في كهف الثعابين. إنها مؤامرة دبرت من قبلنا. إنه الآن في الكهف. نحن أيضا دبرنا الموضوع مع السرقات. ماذا؟ سنان! 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 من سقط في الكهف فلن يخرج حيا، ولكن يجب أن نبحث عنه. سيد رحمون، سأنزل أنا لإنقاذه. أرجوك شد جسمي بالحبل وأنزلني. كلا سنان ولدي، من واجبي كأب أن أنقذه بنفسي. ولكن يا رحمون، أنت ثقيل ولن يتحمل الحبل. أيضا ليس هناك من يستطيع سحبك. لا لا، هي خير من يستطيع الوصول لإنقاذ سنان. لالا كوني حذرة. انتبهي يا لالا. من بنت جريئة وشجاعة يا لالا. سنان! سنان! سنان أين أنت؟ لا بد أن يكون في الطرف الآخر. لقد أصبح الحبل أخوًا، لا بد أن تكون قد وصلت. أمر غريب. هل حدث شيء لها يا دكتور؟ أمر مزعج. لا 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 لا. المصيبة. ماذا ستفعل يا شرشور؟ أرجوك أنزلني، إنها غلطتي يا دكتور. حسن يا شرشور. أهو سنان. سنان، هل أنت بخير؟ إنه حي يرزق، إنه حي يرزق. سنان، سنان. اسمع شرشور، انزل وساعدها. حسن. لقد وجدت سنان. صوت لالا في مثل هذا المكان. سنان هنا، إنه بخير، إنه بخير. لا تقول سنان بخير. جيد جدا. آسفة لاتهامك. أنا أيضا آسف جدا. أعذرني يا سنان لاتهامي إياك. اقبل اعتذاري يا سنان، لقد شككت فيك. إيه.
استعدوا. هل ستسامحني يا سنان؟ هلا، لأني لا أضرب المقيدين. الآن استعدوا. انتظروني شرشور. أوه، هذه الغابة لا تناسبني. ساعود من حيث أتيت. تعال أجيد الآباء والأبناء. أحلى أن نعيش في خير وسلام، في خير وسلام. ما أحلى أن نكون في حب ووئام، في حب ووئام. ما أحلى أن نعيش في خير وسلام، في خير وسلام. ما أحلى أن نكون في حب ووئام، في حب ووئام. لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا، لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا. والدنيا تبقى تبقى آمان للجميع، والدنيا تبقى تبقى آمان للجميع. لا أحلى أن نعيش في بيت واحد، في بيت واحد. ما أحلى أن نكون في وطن واحد، في وطن واحد. ما أحلى أن نعيش في بيت واحد، في بيت واحد. ما أحلى أن نكون في وطن واحد، في وطن واحد. الحب للجميع والخير للجميع، الحب للجميع والخير للجميع.